لي كرون جوار هما هنايا وكاع راني فرحان بزاف اللي معاهم الحمد لله. سواء نبيل بن طالب سواء بغايان سوما يتنوري بغايان اي تنوري والاصابه اللي تعرض لها تري بيان فرانشمون تري بيان جي لابريم سا في لونتون شو سي فرانشمون جي ايتي تري بيان اكوي. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش راكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تنساوش تعطونا اراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم كل حب والاحترام للجميع. اول شيء نبداو به في هذا الفيديو راح نتكلموا على تصريحات جمال بالماضي اللي تكلم فيها على اسماعيل بن ناصر وعودته وعلى وضعيته اللي فيها العديد من علامات الاستفهام وحالته ما زالت صعبه جدا للاسف الشديد. ايضا تكلم على رايان ايت نوري وتكلم على نبيل بن طالب وايضا باش اسمع معانا تصريح امين قويري وتصريح للاعب الجديد بلومي. المهم اسمع معانا واعطونا رايكم. progression de cette équipe, se préparer qualif coupe du monde qui arrive là dans moins d'un mois, préparer bien sûr la CAN, incorporer donc les nouveaux joueurs. Il nous manque encore deux trois joueurs que j'aurais aimé avoir pour vraiment aller au bout de mon idée et de l'idée que j'ai de cette équipe là. Malheureusement, que ce soit Nabil Ben Taleb, que ce soit Brian sûrement être nourri. Bon, Isma Benacer, c'est encore autre chose. Ça sera un gros bonus s'il nous rejoint. On sait qu'il y a un point d'interrogation là-dessus. Donc voilà, deux, trois joueurs que j'aurais aimé qu'ils soient là pour cette dernière, pour cette date-là. Comme on dit, on va faire avec cet effectif, bel effectif que l'on a. On va essayer de peaufiner les automatismes, incorporer des joueurs. On n'a plus beaucoup de temps. اي فوالا بو ات بري بور لو موا بروشان بور لا كان شاء الله. ان شاء الله يكون خير. وكما سمعت معنا تصريح جمال بالماضي على اسماعيل بن ناصر وقال لك انه حالته فيها علامه استفهام، حالته لانها صعبه جدا ومعقده، لانه الاصابه اللي تعرض لها اسماعيل بن ناصر ليست اصابه سهله جدا، كاي العديد من اللاعبين بسبب تلك الاصابه مسيرتهم انتهت تماما، يعني اسماعيل بن ناصر بنسبه كبيره جدا حتى لو كان يرجع للميادين واللاعب يتحسن، كما تكلمت اداره نادي ميلان وكما صرحوا في الصحافه الرسميه تاعهم لنادي اي سي ميلان، قالوا انه اسماعيل بن ناصر راح يرجع ان شاء الله انه يمارس كره القدم ويرجع للتدريبات في نهاية هذا العام، في نهاية عام 2023، يعني في بداية 2024. وكأس إفريقيا وقتاش تبدأ؟ كأس إفريقيا تبدأ في أول السنة في عام 2024، يعني إسماعيل بن ناصر من المستحيلات السبعة أنه نشوفوه في كأس إفريقيا مع المنتخب الجزائري. حتى لو كان يرجع ما شكيتش أنه جمال بالماضي باش يريسكي به ويضيع له مستقبله، لأنه لاعب يقدر إذا لعب في كأس إفريقيا ويتعرض لإصابة تكون بسيطة جدا راح تسبب له أضعاف الإصابة اللي تعرض لها في الوقت الحالي. لذا أنا واحد من الناس نتمنى أنه يتفادى ما يشاركوش. عندنا هذا اللاعبين صحيح ما همش بمستوى إسماعيل بن ناصر في وسط الميدان، لأنه لاعب مميز ولاعب رائع جدا إسماعيل بن ناصر ويقدم إضافة كبيرة، ولكن ممكن انه اللاعبين الاخرين يغطيوا شويه النواقص اللي كاين فاغولي، كاين عوار، عوده ممكن نبيل بن طالب، كاين لاعبين اللي يقدروا ممكن يعوضوا شويه نوعا ما الغياب تاع اسماعيل بن ناصر. كما تكلم على رايان ايت نوري قال لك هو نفتقدوه حاليا لانه غير موجود في المنتخب الجزائري. كما تكلم ايضا نادي ويلفرهامبتون وصرحوا انه حاله رايان ايت نوري والاصابه اللي تعرض لها هي اصابه عاديه جدا واصابه بسيطه لم تكن خطيره على اللاعب، لانه يعني إصابة ما جاتوش في رجله أو كذا، إصابة جاته في راسه على مستوى الرأس، يعني كي طاح وذاك الاصطدام اللي داره مع اللاعب كي ضربه، يعني داخل اللاعب وحس روحه يعني صافا باكت، قادرة تكون خطيرة لو كانت الضربة أقوى، ولكن الحمد لله اللاعب بحالة جيدة والإصابة ما كانتش خطيرة عليه بنسبة كبيرة جدا حسب ما تكلمت الصحافة الإنجليزية والصحافة الجزائرية. انه رايان ايت نوري يقدر يعاود يرجع يكون في تربص المنتخب الجزائري ممكن غدا او اليوم المساء نشوف الالتحاق تاع رايان ايت نوري بالمنتخب الجزائري. نتمنى التوفيق لجمال بالماضي ولكل اللاعبين وان شاء الله يديروا لنا مباراه جيده ورائعه جدا ضد الراس الاخضر وضد المنتخب المصري، وان شاء الله الفوز والانتصار للمنتخب الجزائري. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك. Un peu votre ressenti tout à l'heure quand j'étais dans l'avion vers Alger, une fois arrivé au 7e de Sidi Moussa. Non, ça fait plaisir, beaucoup de fierté et j'étais très content de venir ici. J'ai hâte de commencer l'aventure avec l'équipe nationale. Ben, quel a été l'accueil des joueurs, du staff,
Très bien, franchement, très bien. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je suis ici. Franchement, j'ai été très bien accueilli et je pense que ça va continuer comme ça. قال لك انا عندي مده وانا اكون حب هنا. هذا امين قويري يدلي بتصريحاته، صراحه لاعب رائع جدا، شحال وانا نتمنى هذا اللاعب باش يجي للمنتخب الجزائري واخيرا، لانه لاعب رائع جدا باذن الله راح يتالق ونشوفوه نجم المنتخب الجزائري. On a vu qu'en début de saison vous avez changé de club, vous êtes en équipe nationale, des objectifs bien précis à votre niveau. Ouais, après j'ai des objectifs en club. Après, l'équipe nationale, c'est d'emmener l'équipe le plus haut possible, Inch'Allah, et de l'aider à remporter des titres. On vous sent très très à l'aise, tranquille, pas de pression particulière. Non, pas de pression, tranquille. Je vais jouer comme d'habitude, je vais être comme d'habitude, et Inch'Allah, ça va le faire. لاعب محترف اكيد ما راحش يكون عليه الضغط، قال له ما عنديش الضغط وما راوش عليه الضغط، بالعكس قال له راني مرتاح ونحس بالراحه كبيره ونحس بالفخر لاني نمثل في الجزائر، قال له ان شاء الله ندير اللي عليا باش ان شاء الله توجو بالقاب. هذا الكلام اللي يعجبني، تعب الاخص انه لازم توجو بالقاب باذن الله. هذا هو الشيء المطلوب من جمال بالماضي ومن اللاعبين المنتخب الجزائري. Ouais, après j'ai marqué, ça fait toujours du bien de marquer, mais malheureusement on a perdu, j'aurais aimé qu'on gagne, mais bon, c'est comme ça. Vous attendez à quoi pour ce stage? Il y a deux matchs, le Cap-Vert, l'Égypte. Vous avez vraiment envie de jouer? Ouais, envie de commencer. Après, le coach il verra par rapport au temps de jeu, mais dès qu'il fait appel à moi, je vais jouer, je vais tout donner pour ce maillot. Le coach a certainement beaucoup parlé avec vous sur la façon de jouer, sur le poste. C'est le cas? Non, pas encore. Ouais. Pas encore, je pense que je vais parler avec lui là. Durant sera ce moment. Et après, on verra, Chanda. Vous avez une palette assez intéressante en attaque. Donc, vous pouvez jouer là où il vous demandera le coach? Ouais, bien sûr. Je peux jouer n'importe où en attaque. Donc, là où il fera appel à moi, je serai là. Amar Jayed wa Amar Ra'a Jitan. Laab muhtarif bi atam ma'na al-kalima. قال له أنا نلعب وين ما يقول لي المدرب بإذن الله نلعب. أمين قويري الناس اللي ما يعرفوش البوست تاعو هو ليس رأس حربة صريح، هو ناف إدمي، نفس البوست اللي يلعب فيه كريم بنزيما. واللاعب قال لك أنا نلعب في أي مكان، شفناه اللاعب كم من مرة يلعب كجناح، يقدر جمال بالماضي يلعبه كجناح أيمن أو كجناح أيسر أو يلعب خلف المهاجمين أو يلعب مهاجم رأس حربة، أو يعني كل الإمكانيات موجودة في هذا اللاعب أنه باش يلعبه جمال بالماضي، وإن شاء الله نشوفوه هداف المنتخب الجزائري مستقبلا، لأنه اللاعب رائع جدا، عنده إمكانيات رائعة جدا مع وجود لاعبين مثل رياض محرز، بدر الدين بوناني، فارس شيبي، مستقبل نشوفوا عودة إسماعيل بن ناصر، هذا اللاعبين إن شاء الله راح يكون عندنا منتخب قوي جدا. كانت مفاجأة، يعني ما هو شعورك في وجودك اليوم مع الفريق؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أني فرحان بزاف مع ليكيب وكاع، لي كرون جوار هما هنايا وكاع، أني فرحان بزاف أني معاهم، الحمد لله. شفنا بلي استقبال يعني خاص ليك أنت. واش يعني تقولنا نحاول الموضوع؟ الحمد لله بالك مي لا بريمير فوا تاعي، ان شاء الله تكون بيان. تكلمنا شويه على بدايه الموسم الحق، يعني صراحه درت بدايه الموسم مستوى كما يقول لك لونترينمون ما حبش انا كاع راني في عامين ولا صراو لي لي بروبليم وكاع ما حبش لونترينمون، الحمد لله ربي جبت نتيجه الحمد لله. هل كنت تنتظر هذا الاستدعاء وهل يعني الناخب الوطني يتكلم معاك؟ كنت نقارع نخدم ونقارع وين تيجي ظهري حتى الحمد لله ان شاء الله نكونوا خير ان شاء الله. ماشي هذه المره الاولى اللي تقمصت مع الوطني الوطني لعبت مع محليين وايفان 3 ايفان. واش راك تنتظر في هذا التربص هذا الاول؟ ان شاء الله يكون خير ليا، ان شاء الله ندخل في الجروب والخف و ان شاء الله. اتمنى له كل التوفيق صراحه هذا اللاعب، وانا سعيد جدا انه جمال بالماضي استدعى، لانه لاعب موهبه عنده امكانيات ويقدر يتالق ان شاء الله مستقبلا. فقط اني نتمنى صراحه من الصحافه ومن الجماهير الجزائريه ما يبقاوش يديروا هذيك المقارنه بينه وبين ابوه اللي هو الاخضر باللومي، اسطوره الكره الجزائريه والعربيه والافريقيه، يعني لا مقارنة، لأنه المقارنة راح تديروها راح تزيد الضغط على اللاعب، وبالأخص أنه هو يحمل اللقب
باللومي وما دراك انك باش تحمل اسم باللومي لازم عليك انك تشرفه، لازم عليك انك تقدم الاضافة. يعني نتمناو انه ننكوراجيو هذا الشاب، ندعموه لانه عنده كل امكانيات ان شاء الله باش ينجح. جمال بالماضي الحمد لله دار فيه الثقة والسدعة، وهذا امر جيد. جمال بالماضي باش يزيد يدفعوا معنويا ويشجعوا، وان شاء الله نتمناو التوفيق لكل لاعبين المنتخب الجزائري، وتحية الجزائر.